إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. أكدت تقارير صحفية أن لاعب الوداد الرياضي أيمن الحسوني قد رفض عرض مغري من رئيس الوداد سعيد الناصري لتمديد مقامه رفقة الوداد، وعرض رئيس النادي سعيد الناصري على لاعبه الحسوني منحة مالية تصل إلى 400 مليون سنتيم مقابل تمديد مقامه بالوداد، لكنها قوبلت بالرفض. وحسب معلومات فإن اللاعب يفضل الرحيل عن الوداد والبحث عن وجهة خارجية ما بين قطر والإمارات العربية المتحدة، ويخوض اللاعب حاليا تدريبات انفرادية على يد معد بدني خاص من أجل تجهيزه للموسم الرياضي المقبل ولإقناع الفريق القطري. وتبلغ قيمة أيمن الحسوني صاحب 28 عام حسب مؤشر ترانسفور ماركت ما قيمته 1,040,000 دولار. وعارض الجمهور الودادي تمديد الحسوني مطالبا الأخير بالرحيل عن فريق الوداد الرياضي بحثا له عن وجهة جديدة. تجدر الإشارة إلى أن الجمهور الودادي منقسم بخصوص هذا القرار، حيث أن فئة عريضة أخرى تطالب باستمرار الحسوني وأن هذه فقط مرحلة فراغ يمر منها كبار اللاعبين. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.